يوانا زعلانة منك عشان ما عملتش فيديو ليها بخصوص النضارة عمرها 6 سنين. انا اسف والله يوانا. طب ما ابعتلي على انستجرام. حاضر ابعتلي على انستجرام، انا اعمله لها على عينيا والله. انت ما قلتش على الفيس انك طالع لايف؟ لا قلت، قلت على انستجرام على والله العظيم، بس انا بقول قبلها ب3 دقايق. والله العظيم معلش انا اسف، حاجة عليا تعدي على الفيس والله. انت جدع، انت كنودي. مستحيل تحب، مستحيل تحب حد حب طبيعي. اه احنا عالم فقر، يعني احنا عالم فقر. اقول لك ليه احنا عالم فقر والله العظيم. احنا لازم نحب ناس من محافظة تانية والله، من كوكب اخر. لازم يكون في سفر، في جبال، في احتلال، اي داهية، المهم ما يكونش جنبي. يا وليه يا نودي خد العلاج الله يسترك عشان ما نتعبش منك. والله العظيم هنتخانق معاكي. تعمل ايه بعد ما بتاخد الخزوة؟ اه بقعد مع نفسي كده والله العظيم. انا مستحيل اثق في حد تاني 10 دقايق. بس الواد اللي هناك ده جدع 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 قوي. خد انت فاهم، خد دي عليه. لا اثبت اثبت، هتقع. لا ما تقعش، ما تقعش مني الله يسترك، ما تقعش مني. كلنا على الفيس يا ابن الواد. ازيك، ازيك يا صفصيفو، ازيك يا حنو عبد الله، ازيك. المهم اتصورت فين؟ مش عارف. اطلع البيت يا عم، النت هيقع. المهم اتصورت مستر اكس حمود يعني حبيبي يا اسطى. انا زمان كنت بسافر مع واحد صاحبي، يعني الله يكون في عون بقى فعلا الناس اللي بتذاكر مع ناس صحابها والله العظيم، اللي هما الاثنين متخلفين زي بعض. يعني انا وهو كنا متخلفين في ساعه وكنا بنسقط، يعني كنا ما كناش اي امتحان اللي هو الشهر و100 ترم والجو ده كنا لازم نسقط لازم. انا ونذاكر وعندنا امل وعندنا عزيز، لا هنكمل على البايب. بتقول لنفسك بالليل ايه؟ مش كفايه بقى قرارات غلط الله يسترك، ابوس دماغك كفايه تدينا في ده. يجيبوا نفسي اتعرف عليك يا عم. انا نفسي الناس تبطل والله العظيم تعرف عليا يا ابن الغبية. والله العظيم كلامك بصراحة والله يا جماعة، عشان يقول لي انا عايز اتعرف عليك. والله العظيم انا اللي عارفني مش طايقني والله. دي كانت يا بسمة، انا قلت لك انك هتشوف الفيديو اللي عملته لي الاكونت هنا، بس نسيت برضه والله نسيت. انا اسف، انا اسف والله العظيم تاتا نسيت. حقك عليا، تاخد احلى ضحكة في العيال. الله يسترك يا ولية. مش ابن خالتك كان بيصورك؟ ما احنا لينا كذا ابن خالة يا حبيبي. ما انا عندي مصعب عبد الرحمن مش عارف. بتكلم عن الانفصام. اه حاضر حاضر، كنت محضر لك الانفصام والله، كنت اكلمك عنه النهارده بس ما كانش في وقت. ازيك يا مستر حمود؟ كان نفسك تكون ايه؟ كان نفسي اكون كان نفسي ابقى كتكوت. عارف الكتكوت؟ والله العظيم مش عشان هو اشطر كتكوت وكده، لا لا، اللي هو الكتكوت اللي بيموت بعد يومين ده. فرج الكتكوت. اه والله يقعد يومين ويموت ده. ايه ده يا اسطى؟ ده ايه ده؟ الموبايل جاب شاشه. ايه ده؟ ايه الخازوق ده؟ ايه ده يا جدعان؟ شكرا جدا والله، شكرا جدا. ازيك يا بنتي اللي بتطير يا لولو يا محترمه؟ ازيك يا بنتي اللي بترسم؟ ازيك يا وليه يا ريم؟ ازيك يا نانسي؟ ما تشخبطش على راسك كده يا حبيبي. اه ما تخبطش يعني. بيقولوا ان الارواح اللي تتشابه تتلاقى، وانا بشوف روحي في عيون. بما انك زملكاوي، ايه رايك في ماتش الاهلي والبايرن؟ بص يا فادي، بص يا صديقي، شئنا ام ابينا الاهلي كتب التاريخ. والله لو كنت شلت 18 55 صفر انت كتبت التاريخ، انت وصلت لحاجه انا مش عارف اوصل لها. فشابو ليك، الف مليون مبروك. وللعالم البهايم، انا يعني انا بشوف زملكاوي بهايم بهايم، اللي يتريق على الاهلي اللي وصل البايرن، اللي بيلعب البايرن يا باشا. في فرق امكانيات، واصح حاجه عملها موسيماني ان هو نزل قفل الماتش، ولو كان اهبل كان فتح خطوطه. البرشلونه بتشيل 8 لانها بتلعب ند بند، فانت لو كنت فتحت خطوطك كنت ممكن تشيل 85 0. عظمه، ماتش حلو، طلعت 2 0 حلو، نتيجه مرضيه جدا حتى الاهلاويه، يعني اعتقد ان هم مرضيين. ماتش ذكي، ماتش ذكي، ومشابول ان انتوا وصلتوا. ابن خالتك ده اللي يبقى لا التاني الاكبر منه، انا ولعت في الاكبر منه. ايوه ده ولعت فيه والله، ولعت في حواجبه الاثنين. حياتك عامله، انا بص هقول لك
حياتي انا عارف لما اكون حياتي عامله يعني هي باظت باظت خالص والله العظيم، بس انا حلوف بس انا بضحك وعادي، بس هي بايظه اقسم بالله خربانه. استنى قلبي، ازيك يا بت يا ميرنا، ازيك يا بت يا ميرنا، يا جو عايز كتاب علم نفس حلو غير كتب محمد طه. هقول لك كرولوس بهجت، ازيك يا نديد، ايه ده يا نديد، ده ايه فرس النهار ده يا نديد. شكرا يا نديد. اقصد لما ولعت في شعره، يا بود ولعت في شعره. ازيك يا نور، مفيش ازيك ايه رحمن، انت ليه مش ليه من الناس الرايقه، ايه انت ليه، انت من الناس الرايقه فش، خلصت ورق والله العظيم حبيبي يا اسطى، تحياتي ليك. هي الدنيا جايه علينا ليه؟ لا حمد يا زيدان انا قشطه. ستيفن اركوفي برافو عليك يا بنت، شعرك احلى من حياتي، اتجوزني عشان امك شعرك احلى. الله يسترك. ازيك يا بنت مي، ممكن تقولي ازيك يا مي عايزاي العيال القديم ايش بعد، انا ما بتسالوش. لا بقول لك يا بنت ازيك يا، صدفه تجيلك انت، لازم الصدفه تجيلك وانت لابس معفن، دي قاعده عامه يعني. انا عمري ما واحده شافتني كنت بكرش عليها الا لما كانت شايفاني مدهول كده. هو اي نعم انا مدهول بس احيانا بلبس عدل، بس انا عمري ما واحده شافتني وانا لازم تشوفني كده مدهول يا اخي الله يخرب بيتي يا اخي. فين الكنز اللي كنا نشربه هنا؟ راحت فين؟ اصبر كده يا اسطى كده، انا السبريد. احنا قلنا والله ايه ده، انت رحت مني هناك ليه يا اسطى؟ مش عارف ايه اللي ودك كده. انت ايه، انا مني لله والله عشان بسهر سهر ملوش اي فايده والله العظيم، انا مني لله. بودي الدكتور عامل ايه يا جو؟ والله الدكتور ربنا يديله الصحه، ولما بيتعب شويه بيقوم شويه، بس ان شاء الله يكون حلو. خرطوم الذكريات، مش ابن خالتك كان واقف بيتصور وانت ولعت في حواجبه، المهم بقى الصوره طلعت ولا لا؟ ما طلعتش يا عم، ما طلعتش، انا طلعت اصلا بقول لك وش ولع. ايه اكتر زلة اتمسكت عليك؟ انا مش حاجه اتمسكت عليا، هقول لك ليه، لان انا فاضح نفسي والله العظيم ثلاثه، انا فاضح نفسي بطريقه فضايح. انا يا باشا اطلع يا ولول لك، انا بتاع نسوان، يا باشا انا فاشل، يا باشا انا رايح بداية، يا باشا انا عملت مصايف وانا صغير، يا باشا بعمل مصايف وانا كبير، في ايه ما عرفتهاش عني والله العظيم. اصل انا انا بتاع نسوان، فبقول انا بتاع نسوان عادي يعني، ما بطلعش بمسك سبحه واقول قال الله وقال رسول، بس ورا الكاميرا بعمل حاجات، لا بقول بجد. جول ازيك يا سيلفانا، سيلفانا يا شيخ الله يخرب بيت اسمك يا شيخ، شيخ الله يخرب بيت. ازيك يا بنت يا فيولا، استنى فيولا كنت كاتبها راح مني. قولي ازيك يا اسماء احمد حميده، ازيك يا اسماء احمد حميده، مش ابن خالتك يا انا قريت الكومنت ده 7000 مره، بتكتبه ازاي؟ جو كله حاطط عينه على الاحمر، مش عارف. ازيك يا بنت جاسوكا، زمان لما كانوا يسالوني عايزه تطلعي ايه كنت بقول لهم ترابيزه والله كنت عايز اطلع حلوه الحته. ازيك يا سلمى، ازيك يا سلمى، ايه اذكى حاجه اعملها في حياتي؟ انك انت تعمل غبي وانت فاهم كل حاجه، لازم تعمل غبي، دي حاجه اساسيه في يومك. اصحابك كانوا عاملين ايه في حياتك؟ اصحابي دول كانوا من نوع الناس الكلابي والله العظيم، اللي هو ايه تغمز له. ايوه يا اسطى انت بتغمز لي ليه؟ ايوه في ايه؟ يا اخي الله يلعن ابو عرفتك والله العظيم كان كلاب والله، بعيب ولا كلب، اغبياء يعني، عرفت ناس اغبياء كتير، ده مش معناه ان انا ذكي، لا ده هم زي الدنيا حاطه على الجرح كولونيا يا جو. يا اسطى سلامتك يا اسطى، انا اخويا مسافر وانت بتحسسني انه موجود والله العظيم، خدي قلبي يا ولية. ازيك يا نادين، جيت افتح الفيزا لقيت فتحت اللايف الواحد اتحشر فكك مش بقول لك العيال دي اي حاجه تقول. طب اهو والله ما انا مذاكر اهو. ذكي نادين، كهرباء والشحات تعاقبوا خلينا متفقين ان هي قوانين، بس انا قشطه لو مكانهم كنت عامل كده برضه.
بيجو اظبط نومك يا عم. تلاقيه عليك يا ابني اظبط نومي ايه يا ابني؟ قال يعني انا عارف اظبط حاجه في حياتي عشان اظبط نومي يا باشا؟ الدنيا خربانه خربانه جدا، الدنيا حطت عليا انت.